بنات كتير كانت عايزة تعرف رأيي في التونر دوت. انا مقربة اخلصه، يعني هو ناقص ربعه بالظبط. فرع شاطي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنات كتير كانت عايزة تعرف رأيي في التونر دوت. انا مقربة اخلصه، يعني هو ناقص ربعه بالظبط. جبته من كارفور. المفروض ان هو انتي ايجينج، مكتوب ان هو بيشد البشرة وبيعمل ترطيب وبيقلل ظهور المسام وعلامات تقدم العمر، وفي فيتامين ب3. مفروض ان هو بيزود المرونة في البشرة. كاتبين بقى كده حاجات كتير. مكوناته انا ما شفتش ان مكوناته فيها حاجة وحشة. كل البراندات بتكتب اول حاجة مية، عشان ما تعرفيش ايه اكتر مادة هما مستعملينها. انا مش بحب منتجات ايفا عموما، عشان اغلبها فيها باريبان. هو ده ما فيهوش باريبان، بس انا جربت التونر دوت. لا، قلت لكم انه احنا عندنا ازمه تونرز في مصر، مش عارفه ليه، يعني نادرا لما تلاقي تونر، مش فاهمه ليه الحكايه دي. فكويس ان ايفا عملت حاجه زي كده، من قبل رمضان تقريبا، فانا مستعمليه بقالي كتير. شكل المسام احسن، ولاحظت ان هو بيفتح. وبالنسبه بقى الرينكلز والحاجات دي، لا ما عمليش فيها اي حاجه. انا في واحده صاحبتي قالت لي ان هو طلع لها حبوب، وانا حاليا عندي حبوب في وشي، بس انا يعني مش قادره اظلمه، لان انا بطلته والحبوب فضلت موجوده والحبوب راحت ورجعت تاني، وانا ما كنتش بستعمل في الفتره دي، فانا مش عارفه منه ولا لا، عشان بس ما اظلمه. كنت سالت البنات على انستجرام قبل كده ايه رايكم في التونر دوت. في بنات بعتت لي دي ام، في اللي قال انه حلو جدا وتحفه، وفي اللي قال لا مش حلو، وفي اللي قال هم عايزين يعرفوا حلو ولا لا عشان يجيبوه. اجيب حاجه طبيه احسن، او مثلا لو مثلا من اوريفليم بتهيألي احسن، لان هو ما رطبش. هو مكتوب ان هو بيرطب، هو مش بيرطب. هو بحس بعدها ان بشرتي شويه مشدوده، وزي ما قلت لكم بيفتح. بس بمجرد ما بطل استعمله المسام بترجع تاني زي ما كانت. يعني هو حاجه مؤقته، مش حاجه على طول، مش حاجه علاجيه. فما حبيتهوش، ولما يخلص انا مش هجيبه تاني. بس هو كده كان ريفيو صغير، عشان بس في كذا حد طلب ان انا اعمل ريفيو عنه، وانا محتاره. انا لحد دلوقتي محتاره فيه، بس الاكيد اللي انا عارفه ان انا مش هجيبه تاني. لو حد استعمله وعجبه او حصل له منه مشاكل، يا ريت يقولوا لي في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك، لانه اللايك بيخلي الفيديو يتشاف اكتر. اعملوا لايك وسبسكرايب لو انتي مش عامله، واشوفكم قريب. باي.